ايه مالك يا شهبندر؟ مالك شايل طاجن سته كده ومساهم كده؟ لا ابدا، بس الحالة ازمه حبتين. بويا ايه الدنيا كده؟ يوم فوق ويوم تحت. ايوه بس احنا في تحت. تحت شهريار خلص على الحرايس اللي في البلد كلها، ما عدناش بنبيع قماش حريمي دلوقتي. التجارة بارت وتخرب بيتنا. ويعني يا سيدي، ما انتوا كسبتوا سنين، سيبونا احنا بقى نكسب يومين. طبعا، ما هو كل يوم يبعت لك عروسة تدفنها، ما يبقوش يومينكم ليه؟ الله 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 الله، احنا هنقر بقى ولا ايه؟ عن اذنك. على فين؟ راح اشوف شغلي. مين العروسة النهاردة؟ شهرزاد بنت قمر الزمان، حرم مولاه الكريم شهريار. عايز المقبرة تتجهز بحيث تكون أجمل مقبرة في المدينة. أمرك اتحقق. وتليق بزوجة مولانا شهريار وبنت الوزير قمر الزمان وبأجمل عروسة في عصرها. كل طلباتك اتنفذت. الرخام يكون لونه وردي. وردي فاتح. كانت بتحب اللون الوردي. الله يرحمها. البقاء لله. الموت كاس داير على العباد، كلنا هنشرب منه. دي في حياتك يا وزير الوزراء. انت دلوقتي تروح قصر مولايا شهريار. روح قصر مولانا شهريار ونجيبها على هنا. ايوه تجيبها هنا علشان نودعها ونزفها كأجمل عروسة في فستان فرحها. مولاتي شهرزاد في المطبخ. مين المسؤول هنا؟ مسؤول؟ مسؤول عن ايه يا مولاتي؟ عن اكل شهريار. مفيش حد مسؤول عن اكل شهريار، انا علي تنفيذ الاوامر. اوامر مين؟ اوامر قهرمانة القصر، الاوامر اللي بتنزل لنا من فوق. ما شاء الله ما شاء الله، ده روتين ولا روتين الدواوين. من هنا ورايح هتاخد التعليمات مني انا. امر مولاتي. ها وبتاكلوه ايه بقى الصبح والظهر وبالليل؟ طب دوق يا مولاتي دي. احنا بقى بنحمر له خروف الصبح وبنشوي له خروف الظهر وبنسلق له خروف بالليل عشان ينام خفيف. ده غير المقادب الرسميه. اندهولي الكهرمان. قول يا مسرور، حلاوة شغلك النهاردة. هي فين؟ جوه. في انهي قاعة؟ في المطبخ. في المطبخ؟ ايه ده في المطبخ دي؟ ليه؟ هو شهريار ناوي ياكلها النهاردة؟ نقبك على شون. ده كويس انه كان بيموت كل يوم واحدة بس. تلات خرفان في اليوم، ده أكل غلال. من هنا ورايح مفيش لحمة لا الصبح ولا بالليل، والظهر أنا هقول لك تعمل له إيه. ده أنتوا كده مسؤولين عن ميول الدموية. مولاتي شهرزاد. أنا الكهرمان. من هنا ورايح انا اللي حجي التعليمات هنا. امرك يا مولاتي. امال فين الجثه؟ جثه مين؟ حرم مولاي شهريار اهي قدامك اهي. تعال هنا مولاتي. انت ايه؟ محسوبك هادم اللذات ومفرق الجماعات ومتولي امر دفن الرجاله والستات. يا ساتر، انت
تربي وبتفخم في نفسك قوي كده ليه؟ وتحت امر سموك. امشي امشي امشي، مش عايزينك تيجي خالص هنا، ما عندناش حاجه النهارده. امشي واوعى تيجي هنا تاني. حب 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 حب. وانت اتفضلي انت كمان. يا ساتر يا رب. انا سمعت الاخبار دي، قلت ابلغكم. الموقف خطير. انا بعت استدعي مسرور، هو اخر واحد شاف شهريار. نعم. ايه اللي حصل؟ امروني اني انصرف. مين اللي امرك؟ حرم مولاي شهريار. كان فين مولاي شهريار؟ كان جوه. شفته؟ لا ما شفتوش ولا سمعت حسه. فين؟ ما بتيجش. انت متأكد؟ انت متأكد؟ عيب يا وزير الوزراء، الف مبروك. انت عارف ان احنا كنا اشترينا حنة باربع دنانير ذهب، وجهزنا المقبرة وزرعناها ريحان اتكلف 26 دينار فضة، وجبنا حرير ده بقى كان علشان الكفن. ادوله فلوسه وكافئوه. شكرا شكرا. احنا متهددين في وجودنا في اكل عيشنا. شهرزاد ما ماتتش. حاجة غريبة. مش بس كده، حاجة عجيبة. بطلي كلمة حاجة غريبة حاجة عجيبة دي، انا دمي بيغلي وبيفور. حاجة عجيبة. هي حاجة عجيبة فعلا، لا يكون شهريار جراله حاجة، تكون عملت فيه حاجة، قتلته ولا سميته. كيد النساء غلب كيد الرجال. انا حبلغ كبير البصاصين ان شهريار مالوش حس خالص. مش معقول يا شهرزاد، انا مش مصدق عيني، انا هتجنن. الف مبروك. ايه اللي حصل؟ عالجته ببساطه. احكيلي. حكيت له حدوته شغلت تفكيره زي الاطفال. حدوته من حواديت الف ليله وليله. الا انت يا بابا ما عندكش حواديت الف ليله وليله. انا خايفه انساها، كميه هايله من الحواديت وصعبه خالص انها تتحكي. اللي الرقابه هتحذفه منها زي الجن والعفاريت والغيلان، حاجات ملهاش معنى. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انا مش فاهم حاجه. انا عايز اعرف ايه اللي حصل. انا اقولك، شهريار نايم دلوقتي بيحلم زي الاطفال. انا كنت ناوي اهزمه بس صعب عليا، وابتديت اعالجه نفسيا. انا مش مصدق ومش فاهم حاجه. انا رايح مجلس الوزراء احسن اتاخرت، ده انت داهية اكتر من امك. صباح الخير. ايه مالكوا واقفين كده ليه؟ مولاي امر زمان، في خبر خطير عاوزين نتحقق منه. شهرزاد حية؟ أنا شخصيا كنت عايز أبلغكم الخبر ده. شهرزاد بخير. الخبر إن شهريار مش بخير. إزاي الكلام ده؟ في إشاعة إنه تسمم. مين اللي سمم؟ محدش عارف. إيه الكلام الفاضي اللي بتقولوه ده؟ شهريار بخير، شهريار نايم، وشهرزاد بتقول إنه نايم وبيحلم كمان.
ربنا يهديك يا شهريار يا ابن حواء وآدم. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، صباح الخير. يا خسارة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، حد يصحى الصبح ويا خسارة. يا خسارة يا خسارة، معقول حد يقتل بنت عمه علشان تفاحة؟ عشان شك فيها. شك فيها؟ وهو ده سبب انه يقتلها؟ معذور، اصله كان بيحبها. بالعكس، ده لا يمكن يكون بيحبها. ده لو كان بيحبها كان تردد، كان فكر، ما كانش تسرع بالشكل ده. وشوف مين اللي بيقول كده. قصدك ايه بقى؟ قصدي هو ده حكمك على الشاب اللي قتل بنت عمه؟ ايوه هو ده حكم، وحكم عادل كمان. طيب وايه بقى حكمك على مين؟ على نفسي؟ ايوه. انا معذور. عارف يعني ايه معذور؟ انا شفت الخيانه بعيني، شفت الخيانه بنفسي. انا شهريار ومن حقي اعمل اللي انا عايز اعمله. لكن الشاب اللي انت حكيتي لي عليه ده ما هوش شهريار، ومش من حقه يعمل اللي هو عايزه. انا بقول نروح نشوف ايه الحقيقه. جايز حياة مولانا شهريار في خطر. انتم مش احرص مني على حياة شهريار. طب افرضوا ان شهريار بخير ونايم، مين ياخد على مسؤوليته ايقاظه من النوم؟ مش جايز يصحى ويزعل انكم صحيتوه وبعدين يطير رقبتكم؟ المجلس خد قرار جماعي. خلاص انا موافق، بس انا اعترضت، سجلوا اعتراضي في المجلس. يا صباح الفل والجمال، اتفضل كوبايه اللبن الدافيه. ما بحبش اللبن. عشان خاطري ده اللبن الصبح يخليك رايق وصافي. انا ما بحبش اللبن. تحبه ما بتحبوش لازم تشرب لبن الصبح، ومن هنا ورايح مفيش لحمة الصبح. حد يغير ريقه على الصبح. خروف 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 ايه ده؟ انا حتى ما بفطرش. الله، امال الخرفان اللي بيذبحوها كل يوم دي بتروح فين؟ خرفان؟ انت بتقولي ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة، انا الموضوع ده مش هسيبه ابدا، لازم اعرف موضوع الخرفان ده ايه. انت باينك ما نمتيش كويس، ايه التخريف اللي انت بتخرفيه ده؟ هو الحقيقه فعلا انا ما بنامش كويس، مش طول الليل عمال احكي في حواديت. يا ريتني جبت معايا كتاب. كتاب ايه والغاز ايه اللي انت بتقوليها دي؟ ما تفهميني. بقول لك ايه، انت ممكن تشخط وتؤمر زي ما انت عايز، لكن مش ممكن تفهم. هو ده اللي كل الناس فاكراه، بس انا بقى عايز افهم. انا عايز اعرف، انا عايز اعرف الناس بتحب ليه؟ وبتحب ايه؟ وبتحب ازاي؟ ايه هو الحب؟ ايه طعم الحب؟ شكله ايه؟ الناس لما بتحب بتحس بايه؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه، وده اللي ما خلينيش نبت طول الليل. انت عمرك ما حبيت؟ الحب هو حب أهلك، حب بلدك، حبك للخير، للدنيا كلها. يعني ساعات تحس إنك يا مامي. مين على الباب؟ لا لا لا، مفيش حد يا مولانا. مفيش حد يعني إيه؟ أنتوا إزاي تسمحوا لنفسكم بدخول مخدعي بدون إذن مني؟ فين قمر الزمان؟
أمر مولاي. أنت إزاي تسمح لهم بدخول مخدعي بدون إذن مني؟ أنا اعترضت يا مولاي، لكن مجلس الأنظمة هو اللي أصر. يبقى تغير الأنظمة، غير الأنظمة دي وجيب أنظمة تانية. أمر مولاي. أنا مش مصدق. وأنا كمان. أنت متأكد إنك سمعت الخبر ده؟ عيب، أنا وداني بقى هي الحاجة الوحيدة اللي لسه بخيرها. قالوا شهرزاد عايشة، شهريار ما أكلهاش. يمكن بيتكلموا على شهرزاد تانية وشهريار تاني. إزاي بقى؟ إذا كان مفيش غير شهرزاد واحدة وشهريار واحد. عجيب أوي، إيه السر إنه ما أكلهاش؟ يمكن هيبطل أكل؟ مش ممكن، ده بقاله 3 سنين ما بطلش أكل في يوم. جايز قفل دكان القتل النهاردة وحيفتحه بكرة. إحنا ضروري نعرف السر. السر ما يعرفهوش غير 3، شهبندر الجواري والكهرمانة ومسرور. نبقى نروح نسأل شهبندر الجواري. اقعدوا، زمانه جاي. هو معاده دلوقتي يشرب الأرجيلة. أنا مش قادر أصبر، أنا هروح أجيب شهبندر الجواري بنفسي. أهو جه. اهلا. ايه الاخبار؟ كل خير. احنا سمعنا خبر. خير؟ سامعين ايه؟ سامعين ان مولاي شهريار ما قتلش مولاتنا شهرزاد. الله، وده خبر غريب في ايه؟ اصل مولاي شهريار بقاله زي 3 سنين بيموت كل يوم واحده. هو حر؟ طبعا هو حر. احنا مش بنعترض، احنا قدمنا بناتنا عن طيب خاطر، لكن زي ما تقول كده مستغربين شويه. اللي يعرف مولاي شهريار ما يستغربش من اي حاجه يعملها. انما انت حلوه قوي النهارده، ايه الحكايه؟ طب احكي لي حكايه. طب اسكت خالص وانا احكي لك حكايه وغمض عينيك. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان في يوم من الايام كان في رجل يعيش في مكان غير المكان وزمان غير الزمان. يا سلام يا سلام لو أبريق النحاس ده بقى ذهب. ذهب؟ انت بقينك راجل مجنون. انا مش مجنون، وانت زي ابني اللي مات. انا عارف صنعة محدش في الدنيا يعرفها، صنعة تريحك من التعب ومن الفحم ومن النار، صنعة تريحك من الفقر. أنا أعرف أحول النحاس لذهب وعند السر. وإيه هو السر؟ ما تعلمهولي. بكرة، بكرة بعد كل الناس ما تنام تيجي المحل وأنا حجيلك. دايما احكيلك كده.
تتفهمي ما بحكي لك كده بالظبط. هيضحك عليك. الاعجام دول نصابين، دول بتوع كيمياء، والشحاته كيمياء. هينصب عليك وياخد فلوسك. فلوس ايه بس؟ هو احنا عندنا فلوس خالص؟ اليس ياخد الريح من البلاط؟ ده راجل طيب وهيعلمني سر تحويل النحاس لذهب. انا حذرتك منه. انت مين؟ انا نرسادة بنت بهرام. اهلا وسهلا، المحل نور بوجودي. منور بحس. سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ ما تعرفيش يعني ايه سبحان الله؟ عينيكي فيها غموض، والواحد لما يشوف حاجة فيها غموض يقول سبحان الله. شغل الكير وهات تبرير نحاس، حطه في النار، ولما يبقى سايل مية يبقى قولي. شغل الكير. انفخ كمان. انفخ الكير. ساحت خلاص. ذهب سبحان الله. بكرة تبيع السبيكة في السوق، وبكرة بالليل أنا جاي لك. أنا عندي ليك مفاجأة. خير؟ ذهب منين يا حسن؟ الراجل العجمي علمني السر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يستر. انا مش مرتاحه. الراجل ده ضحك عليك. انت على طول مش مرتاحه؟ بتشكي في ايه بس؟ اهو الراجل ما خدش مني حاجه خالص، يبقى ضحك عليا ازاي بقى؟ هتعمل بيها ايه؟ هنبيعها في السوق، خلاص هنودع الفقر. ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا، إزيك يا حسن؟ أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا عندي
عندي سبيكة ذهب كنت عايز ابيعها. ذهب؟ ايوه. منين دي يا حسن؟ هو المرحوم ابويا كان سابها لنا. تبيعها؟ ابيعها. ايوه. انا افتح البيع بعشر تلاف. يا خبر، عشر تلاف؟ طب مش نسأل بقية تجار الذهب جايز تجيب أكتر؟ جايز؟ شكرا. إيه ده كله يا حسن؟ اتباعت بخمستاشر ألف درهم وجبتلك كل الهدايا دي علشانك أنت يا ست الكل، وتقوليلي ضحك عليا. انما انت بتجيب الماده دي منين؟ اشتغل وانت ساكت. انا عايزك تعلمني سر الصنعه علشان ابقى اعملها لوحدي. حسن، انت بقيت زي ابني بالضبط، بقيت عندي اعز من روحي ومالي، عشان كده انا هعلمك الصنعه. علمني يا معلم. شوف يا حسن، كل عشر طرطال نحاس تحط عليهم نص درهم من الإكسير ده وتقرأ اللي مكتوب هنا، هتتحول العشر طرطال نحاس لعشر طرطال ده. ها؟ فهمت؟ فهمك فهم. اشتغل بقى. أنا بقول كفاية ذهب كده بقى، حتى الطمع يقل مجامع. كويس. أنا عزمك النهاردة على العشاء عندي. لا، لازم تيجي تتعشى عندي الأول. موافق. بعد ما تيجي تتعشى عندي. موافق. ايه بس يا نار زادة، مش عايزين ندخل ليه بس؟ بس يا حسن، ايه الحكاية؟ هو أبو هرام مش هنا ولا ايه؟ اسمع. ايه في ايه؟ هو تعبان عيان في حاجة؟ يا سلام عليك يا حسن. نرزان. حسن، واقف ليه عندك؟ تعال. اه اتفضل. شكرا. في الأول هناكل سوا عيش وملح علشان مفيش حد يخون صح. موافق؟ موافق طبعا. وقعت يا حسن، وقعت. وخرجوا حسن السايغ من الصندوق. وخطفوا حسن السايغ وحطوه في مركب في البحر، والمركب فضلت ماشيه ماشيه ماشيه.
كملي الحكاية. هكملها لك بكرة. عند أهلك مسرور. عند أهلك. يا مسرور. سيبني لبكرة الله يخليك.